صباح الخير، ازيكم؟ سنة رابعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ بقى ندخل في القواعد النحوية اللي عندنا. عندنا بندرس السنة دي الجملة الاسمية والجملة الفعلية. علشان ندرس الجملتين دول، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لازم نعرف اقسام الكلام. الكلام في اللغة العربية عبارة عن ايه؟ تمام؟ عشان كده اول درس معانا اقسام الكلام في اللغة العربية. عندنا الاسم بينقسم لمين؟ الاسم والفعل والحرف. يبقى الكلام في اللغة العربية بينقسم لإيه؟ اسم وفعل وحرف. برافو. طب احنا بندرس ده ليه؟ علشان لما نيجي ناخد قدام الجملة الاسمية معناها ايه، هنقول الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. طيب الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، فلازم نفرق ما بين الاسم والفعل. طب ايه دخل الحرف؟ اصل الحرف ده هو اللي هيكون في الكلام، اللي هيربط الكلام. تمام؟ طيب نبدأ بقى نفصل الكلام. الاسم، نعرف الاسم ازاي؟ الاسم هو ما يدل على انسان او حيوان او طير او نبات او جماد او صفة. يبقى تاني، الاسم بنعرفه ازاي؟ هو اللي بيدل على انسان، واحد اسمه محمد، واحد اسمه أحمد، عمر، فاطمة، خديجة، الأسماء. الحيوان أو الطير زي عصفورة، أي نوع من أنواع الحيوانات. النباتات زي أوراق، زي الشجر. الجماد حاجة جامدة ساكنة ما بتتحركش، زي الأرض. طيب الصفة، الصفة زي سعيدة، جديدة، حزينة. تمام؟ يبقى الاسم هو اللي بيدل على، طبعا مش هيجي في الامتحان يقول لك عرف الاسم، لا احنا بنعرفه علشان لما نيجي ناخد الجمل. تمام. طب برضو يا ميس، اعرف الاسم ازاي قدامي كلمة مش عارفة احدد هي اسم ولا لا؟ في علامات بنعرف بيها الاسم، علامات اول ما بشوفها في الكلمة بحدد ان الكلمة اللي عندي دي اسم. اول حاجة هي دخول ال، اللي هي الألف واللام، زي العصافير، الأرض، الحيوان. دي أول علامة. تاني علامة التنوين، التنوين بالفتح أو الكسر أو الضم، زي ما أن، ما أن ده تنوين. وأن تكون الكلمة مجرورة، مجرورة بحروف الجر اللي احنا هنعرفها، زي كلمة بنور. نور دي اسم، عرفت ازاي؟ لان دخل عليها الباء، الباء حرف جر. يبقى دي كلها علامات الاسم. طب الفعل، الفعل بعرفه ان هو بيدل على حدث، الحدث ده بيحصل في زمن معين، بيحصل في زمن معين. معنى كده ان في كذا زمن للفعل. او فعلا في زمن الماضي، في زمن المضارع، في زمن الأمر. عشان كده مقسمين الفعل لثلاث أنواع، في فعل ماضي، في فعل مضارع، في فعل أمر. الفعل الماضي حاجة حصلت في الماضي انتهت، بدأ، ذهب، أكل، ظهر. الفعل المضارع هو اللي بيبدأ بحروف كلمة أنايته، زي ألف أو نون أو ياء أو تاء، زي أبدأ المحاضرة، نبدأ المحاضرة، تبدأ المحاضرة. طيب الفعل الأمر بأمر حد يعمل حاجة، زي ابدأ، اذهب، ذاكر، صلي، صوم، زكي. كل دي أفعال أمر. يبقى الفعل هو ما يدل على حدث يحصل أو يحدث في زمن معين. الزمن ده ممكن يكون ماضي، ممكن يكون مضارع، وممكن يكون أمر. طيب تالت حاجة من أقسام الكلام الحرف. الحرف ملوش معنى إلا مع غيره. إزاي؟ بص كده معايا، عندي أمثلة. أمثلة للحرف. The same way we have a second given, AB equals
سنة رابعة أقسام الكلام، كنا وصلنا عند الفعل اللي هو بيدل على حدث بيحصل في زمن معين. تالت حاجة من أقسام الكلام الحرف. الحرف ملوش معنى إلا مع غيره، ما ينفعش أقول في من إلى على، ملوش أي معنى، لازم يتحط فيه جمل. زي طبعا احنا عارفين حروف الجر اللي هي ايه، في من الى على عن الباء كيف اللام، كل دي حروف الجر. الحروف دي ملهاش معنى الا مع غيرها. يعني مثلا نقول كده رحلتي تبدا في الصباح، في هنا حرف صح، حرف جر، ملوش قيمه الا في الجمله ان انا رحلتي بدات وقت الصباح في توقيت الصباح. طب الباء زي تشرق الدنيا بنور الشمس، تمام، يعني دي وسيلة إشراق الدنيا اللي هو نور الشمس، يبقى الباء هنا هي اللي وضحت الكلام بتاعي أو بقى ليها معنى لما دخلت في جملة. اللام برضو من حروف الجر، لما نيجي نقول مثال كده متلهفة للقاء النباتات، اللام هنا حرف جر، ما بقاش ليه معنى إلا مع الجملة نفسها. يعني انا متشوقه ان انا اشوف النباتات، تمام كده يا سارة. يبقى احنا كده نرجع تاني بقى على الدرس بتاعنا، اقسام الكلام عرفنا احنا بندرسه ليه، علشان لما نيجي ندرس الجمله الاسميه والفعليه نبقى عارفين نحدد الجمله دي اسميه ولا فعليه. فقسمنا الكلام لثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف. الاسم قلنا اللي هو بيدل على ايه، برافو، يدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة، وعرفنا إيه هي علامات الاسم، تمام. وبعد كده دخلنا على الفعل، قلنا إن هو بيدل على زمن، الزمن ده ممكن يكون حدث في الماضي فيتسمى فعل ماضي، ممكن يكون بيدل على الاستمرار والتجدد فنقول عليه فعل مضارع، وممكن يكون بيدل على أمر بوجه حد الحاجة فيبقى نوعه أمر، يبقى الفعل ينقسم إلى ماضي مضارع أمر. طيب الحرف قلنا ملوش لازمة إلا مع جملة، وإحنا عارفين حروف الجر إيه هي، وخدنا أمثلة على الحرف. وبكده يا سنة رابعة يبقى إحنا أهلنا نفسنا إن إحنا لما نيجي ندرس الجملة الإسمية والفعلية نكون فاهمين أقسام الكلام، علشان ما يبقاش فيه مشكلة في إعراب أو تقسيم للكلام. مع السلامة يا سنة رابعة، والتوفيق إن شاء الله. باي.